محمد الرجاء الهدوء معكم عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها المؤمنون والمؤمنات، في الحقيقة والواقع نحن انتظرنا لنتأكد أكثر، وتعلمون أن إحنا والأحساب يعني واحد، لا يمكن إحنا نفترق ولا يمكن أنهم يفترقون عنا. فهم يعني أعلنوا على أساس أن باكر مكمل للشهر، وكذلك إحنا نشكر أولئك الذين يوم شهدوا، وهذا حقيقة يعني دور للشهدوا، وإحنا نشجعهم على ذلك، ولكن لا يمكن أن إحنا نأخذ يعني الشهادات، لأن جزء من جماعتنا فضالين صايمين باكر. وعليه باكر مكمل الشهر إن شاء الله، والعيد يكون يوم الجمعة. الله صل على محمد وآل محمد. الصلاة على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله صلاة يوم الجمعة صلاة الساعة 7:30 في جامع الإمام الصادق عليه السلام.